بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيجنال. نبدأ برنامجنا كالعادة بأحدث الأخبار في عالم التكنولوجيا. تخطط شركة سامسونج لعرض الجيل المقبل من هواتفها جالكسي اس في وقت سابق عن المعتاد، حيث من المقرر أن تظهر هواتف جالكسي اس 9 و اس 9 بلس لأول مرة في شهر يناير ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018. حصل الخبير في شؤون التكنولوجيا إيفان بلاس على معلومات حصرية حول هواتف جالكسي اس 9 من شركة سامسونج التي تنوي استعراض بعض ميزاتها خلال مشاركتها في معرض CES 2018 في يناير. وتنوي سامسونج استغلال بداية العام للسيطرة على الشائعات ومنع حدوث تسريبات مثل ما حصل مع أجهزة سابقا وخصوصا آيفون إكس من شركة أبل. وبحسب تقارير سابقة لن تجري سامسونج في هاتف جالكسي اس 9 الكثير من التغييرات، فالشاشة ستبقى على حالها مع استخدام معالج جديد فقط وتحسين موقع مستشعر البصمة على وجه الخلفي، كما يأمل البعض أن تقوم بتحسين جودة مكبرات الصوت. وقد تستعرض الشركة كذلك الجيل الجديد من ملحق داكس الذي ينتظر البعض أن يسمح باستخدام الهاتف كماوس بعد الاستفادة من الشاشة التي تعمل باللمس تماما مثل التراك باد في الحواسيب المحمولة. أفادت تقارير مؤخرا أن شركة أبل تعتزم إحياء هاتفها المحمول آيفون اس اي من جديد، ولكن بتحديثات جذابة للمستهلكين. عندما أعلنت أبل العام الماضي عن هاتف آيفون اس اي كانت تريد منه أن تستقطب محبي الشاشات الصغيرة، لكن تقدم لهم هاتفا بمواصفات حديثة. لم يلق الهاتف اهتماما كبيرا عالميا، وهو ما دفعها إلى تأجيل إطلاق نسخة جديدة منه هذا العام إلى الربع الأول من العام القادم. تفيد تقارير جديدة أن الإصدار الثاني من آيفون اس اي سيتم تصنيعه بالكامل في الهند كما تحدثنا بداية العام، لتوسع بذلك جهودها في الإصدار الأول حيث تم تصنيع بعض الكميات منه في الهند. وبحسب المواصفات التي تشاع، فإن آيفون اس اي 2 أو قد يسمى آيفون ميني سيحمل معالج A10 نيوجن نفس المستخدم في آيفون 7 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت، كما سيتاح منه خيارا للتخزين الداخلي 32 و128 جيجابايت مع كاميرا خلفية 12 ميجابيكسل وأمامية 5 ميجابيكسل وبطارية سعتها 1700 ملي أمبير فقط. بالطبع سيحمل نفس قياس الشاشة الصغير 4 بوصة الذي يميزه عن باقي سلسلة هواتف آيفون. وهذه المواصفات ما زالت ضعيفة المصداقية، لكنها محتملة نظرا لأن الجيل الأول منه جاء بمواصفات شبيهة بآيفون 6 لكن بقياس صغير ومع عدم وجود مزايا مميزة مثل حساس البصمة. شركة شاومي تعمل حاليا على جهاز جديد من فئة الهواتف الراقية بكل سرية، في حين تمكن مصدر مطلع من الحصول على الميزات الأولى للجهاز. شاومي قد تقدم لنا هاتفها الرائد مي 7 في شهر أبريل القادم كما فعلت هذا العام مع هاتف مي 6. وهذا الأسبوع ظهر تقرير يكشف عن بعض مواصفات الهاتف وكذلك السعر المتوقع أن يتوفر به في الصين.
وفقا للتقرير الذي ظهر هذا الأسبوع، هاتف مي 7 سيأتي بشاشة AM OLED من تصنيع سامسونج ومعالج سناب دراجون 845 ورامات بحجم 6 جيجابايت. وسيأتي الهاتف وفقا للتقرير بكاميرتين في الجهة الخلفية بدقة 16 ميجا بيكسل وقارئ للبصمة في الجهة الخلفية والدعم تقنية الشحن السريع ومستشعر ثلاثي الأبعاد لتقنية التعرف على الوجوه، ومتوقع أن يكون سعره $405. أطلقت شركتا جوجل وأمازون تحديثاً جديداً لسماعات أمازون إيكو وجوجل هوم، وذلك من أجل سد ثغرات أمنية خطيرة. أطلقت شركتا جوجل وأمازون تحديثاً أمنياً جديداً للسماعات الذكية الخاصة بها، والذي يعمل على سد ثغرة أمنية خطيرة معروفة باسم بلوبورن، والتي كانت تعرض تلك السماعات الذكية لخطر السيطرة عليها من المخترقين وسرقة البيانات المختلفة حسب التقارير الأخيرة. تم الكشف عن تلك الثغرة في وقت سابق من هذا العام عن طريق أبحاث مركز أرميس لابز المتخصص في حماية أجهزة إنترنت الأشياء التي تندرج تحتها السماعات الذكية الخاصة لكل من شركتي جوجل وأمازون. وحسب التقارير التي وردت من هذا المركز، فإن الثغرة المذكورة سابقا كانت تعرض كافة الأجهزة المتصلة بتقنية البلوتوث للخطر. التقرير ذكر أن الثغرة تؤثر بشكل أكبر على سماعات أمازون إيكو، حيث إن المخترق يستطيع تنفيذ الأوامر التي يرغب بها عن بعد، وذلك بسبب ثغرة في نواة النظام الذي تعمل به السماعات، مما يسمح له بتعطيل كافة الميزات الخاصة بها وإيقافها عن الاستجابة تماما، وهو الأمر الخطير نظرا لوجود عدد كبير من الشركات تعتمد على سماعات إيكو داخل مقر العمل. وبرغم أن الضرر أقل مع سماعات جوجل هوم، إلا أن الثغرة لا زالت تتسبب باختراق النظام الخاص بها أيضا. على كل حال، التحديث الجديد لكلا السماعتين يعالج تلك الثغرة في حوالي 15 مليون نسخة من سماعات إيكو و5 ملايين نسخة أيضا من سماعات جوجل هوم. تنوي شركة جوجل القيام بترقية نظام أندرويد وير إلى الإصدار 2.6، وسيجلب معه هذا التحديث العديد من التغييرات. حصل أندرويد وير على تحديث جديد يقوم بترقيته إلى الإصدار رقم 2.6، علما أن هذا التحديث يجلب معه العديد من التحسينات المفيدة. خاصية ريسنت آب أصبحت مفيدة لتعدد المهام، كما قامت شركة جوجل بتحسين خوارزمية اللمس لتقليل فرص عملية السحب غير المقصودة والضغط المطول على الشاشة. قراءة النصوص على شاشات الساعات الصغيرة أصبحت أسهل قليلا، ويتغير حجم الخط اعتمادا على طول الرسالة، وهذا ينبغي أن يعطيك سطرا إضافيا من النص. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح بإمكانك أيضا الحصول على رؤية أفضل لما تقوم به من الاتصالات اللاسلكية. قدمت شركة ايسوس شاشة العرض الجديدة المنحنية ROG Strix XG32VQ بعرض 32 بوصة ودقة WQHD.
أعلنت شركة أيسوس عن إصدار شاشة عرض جديدة مخصصة للألعاب بإطار منحني هي ROG Asterix XG32VQ، ويبلغ عرض هذه الشاشة الجديدة 32 بوصة تقريبا، وتأتي الشاشة بدقة WQHD المتميزة. وقد تم تجهيز شاشة الأرض الجديدة بتقنية التزامن التكيفي FreeSync مع لوحة VA بعرض 32 بوصة ذات إضاءة خلفية من نوع LED، وتتميز اللوحة بانحناء يبلغ R1800 بالإضافة إلى دقة أصلية تبلغ 2560 من نوع X1440 بكسل. أما معدل التحديث في الشاشة فهو يبلغ 144 هرتز. وتحتوي الشاشة على نسبة تباين عالية تبلغ 3000، أما نسبة السطوع بها فهي تبلغ 300 شمعة على المتر المربع، بالإضافة إلى زمن استجابة يقدر بأربعة دقائق فقط MSGTG4. أيضا درجة زوايا الأرض هي 178/178، وتتميز شاشة الأرض الجديدة ROG Asterix XG32VQ بإضاءة بتقنية Asus Aura Sync في الخلفية، بالإضافة إلى إسقاطات ضوئية قابلة للتخصيص لمظهر جمالي مستوحى من الألعاب. وتأتي شاشة الأرض ROG Asterix XG32VQ مجهزة بعدة منافذ إدخال، منها منفذان USB 3 ومنفذ HDMI 1 وأيضا منفذ Display Port ميني صغير، بالإضافة إلى منفذ ديسبلاي بورت 1.2. ستعلن شركة هواوي عن هاتف رائد جديد V10 من سلسلة أونر بحسب ما ورد في حساب أونر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو. شركة أونر التابعة لهواوي تستعد لحدث إطلاق هاتف أونر V10 في الصين، وقد تم بالفعل اعتماد الهاتف من قبل تينا قبل الكشف عنها، وقد ظهرت هذا الأسبوع صورة مسربة للهاتف. ويأتي الهاتف بشاشة ذات نسبة عرض إلى ارتفاع 18.9، وهي المرة الأولى في هواتف أونر، وسيدعم الهاتف معالج كايرين 970، وسيأتي بشاشة 5.99 بوصة ودقة 2160x1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وسعة تخزين 64x128 جيجا بايت. كما ستأتي بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بدقتي 16 و20 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل. كما من المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8 وواجهة استخدام EMUI 8. وتشير التقارير أن سعر هاتف أونر V10 حوالي $453، وسيتم عقد حدث لإطلاق الهاتف عالميا في لندن يوم 5 ديسمبر تحت اسم مختلف للأسواق الدولية. وإليكم مقطع فيديو يظهر مقارنة للسرعة بين هاتفي ون بلس 5T وآيفون X.
في التقنيات المستقبلية إليكم مقطع فيديو للروبوت الذكي ألفا وان برو، وهو روبوت تعليمي ترفيهي قابل للبرمجة. في تغريدة على تويتر نشرتها شركة ون بلس، أكدت من خلالها أن هاتفها ون بلس 5T خلال 6 ساعات أصبح الأسرع مبيعاً في تاريخ الشركة. نشرت شركة ون بلس الصينية تغريدة ذكرت فيها أن هاتف ون بلس 5T نجح خلال 6 ساعات فقط في أن يصبح الهاتف الأسرع مبيعاً في تاريخ الشركة الصينية التي تأسست في عام 2013. ولم تشارك الشركة أي أرقام، لكنها أكدت أن مبيعات اليوم الأول فاقت جميع التوقعات وتركت أثراً في تاريخ الشركة بعدما استلمت الشركة طلبات مسبقة هائلة. وحافظت ون بلس على نفس العتاد المستخدم في ون بلس 5، لكنها قامت باستخدام شاشة تمتد على الوجه الأمامي مع حواف جانبية نحيفة جداً، الأمر الذي يجعل الهاتف معاصراً ويتماشى مع تصاميم الهواتف الذكية الجديدة. كما أضافت الشركة خاصية التعرف على الوجه مع الإبقاء على مستشعر البصمة على الوجه الخلفي. في عالم الألعاب، كشف اليوم فريق بوليفوني ديجيتال عن خطته لدعم لعبة جران توريسمو سبورت في هذا الشهر والشهر المقبل، والتي كما يبدو ستعالج الانتقادات التي وجهت للعبة من ناحية قلة المحتويات الخاصة بطور اللعب الفردي. صدرت لعبة السباقات جران توريسمو سبورت بعد طول انتظار لجهاز سوني المنزلي البلايستيشن 4، وهي أولى ألعاب هذه السلسلة المحبوبة صدوراً على الأجهزة المنزلية الحالية. الجماهير امتدحت الرسوم وطريقة اللعب، لكن العديد من الانتقادات تم توجيهها لمحتويات الطور الفردي بلا شبكة، مع التركيز الكلي للعبة على الاتصال بالشبكة والرياضة الإلكترونية كلعبة تنافسية. على أي حال، جران توريسمو سبورت ستحصل على العديد من التحديثات والتي ستتعامل مع ملاحظات اللاعبين. التحديث الأول سيضيف 3 سيارات جديدة، وسيكون بمقدوركم استعمال ليفري إديتور إسكيبس وأطوار الكامبين دون الاتصال بالشبكة، وإن كنتم ستحتاجون إلى الاتصال من أجل التخزين بجميع الأحوال سيكون هناك تعديلات بسيطة على وزنية اللعبة أيضاً.
وفي ديسمبر سيكون هناك تحديث رئيسي آخر، والتحديث سيضيف طورا جديدا تحت اسم جي تي ليج للعبة، وهو مبني على طور جي تي من الأجزاء السابقة، حيث سيحتوي على مجموعة من السباقات الفردية لمستوى المبتدئين وحتى الاحتراف، وسيتم التوسع في هذا الطور أكثر في عام 2018. فيديو مذهل يصور الأرض كما لو كانت تتنفس. في ختام البرنامج مشاهدينا نعرض لكم مقطع فيديو يظهر تغير الحياة على الأرض خلال 20 عاما بتقنية الفاصل الزمني. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. دائما بإمكانكم التواصل معنا عبر موقع قناة العالم وصفحتنا على الفيسبوك. دمتم بخير، إلى اللقاء.